قمل الرأس، حشرات طفيلية صغيرة تعيش على فروة الرأس وتتغذى على الدم. تضع أنثى القمل من 7 إلى 10 بيضات في اليوم الواحد بالقرب من فروة الرأس، وتكون معدية، كما أن القمل لا يقفز أو يطير، ولكن يمكنه الزحف، ويمكن لأي شخص الإصابة به، لا سيما أنه سهل الانتشار بين الأطفال في المدارس عن طريق الاتصال المباشر من الرأس للرأس ومشاركة الأدوات. ومن أعراضه الحكة الشديدة والتهاب فروة الرأس ووجود بيض القمل. ولعلاجه يوصي الطبيب بشامبو أو كريم أو محلول لقتل القمل، لذا ينصح بمتابعة العلاج بالإضافة إلى استخدام مشط القمل للتخلص منه. ودمتم سالمين.